أعربت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقد ضد 9 من المتهمين باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، مؤكدة أن الحكم صدر أو تم إصداره بعد جلسات محاكمة مطولة توفرت فيها كافة الضمانات المشددة على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام التي تستند إلى احترام المعايير الدولية. مهندس مروان، هل هناك دلالة على توقيت ما صرح بها المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ بص، خلينا نبقى واضحين، الضغوط على مصر ستستمر وستظل مستمرة السنة دي واللي بعدها وبعد 10 و20 و30 سنة، لأن وجود لاعب كبير في المنطقة مثل مصر يملك هذا العدد الهائل من الشباب وهذا العدد الهائل من الفرص انه يبقى دولة كبيرة سيؤثر على التوازنات كلها في المنطقة حولها. وجود مصر كدولة كبيرة ربما يعني هم مش محتاجين مصر دولة كبيرة ولكن دولة باقية يعني زي ما تقولي، فهم بيمارسوا الضغط، هيمارسوا الضغط عشان بس نبقى واضحين. عشان نتكلم عن موضوع الاعدامات ده على 3 محاور، قصة الاعدام ذاته اللي اتعملت ان ازاي وطلع ناس تتكلم ان ازاي دولة مثل مصر فيها حقوق فيها احكام اعدام، مصر فيها احكام اعدام، الولايات المتحده الامريكيه فيها احكام اعدام، الصين فيها احكام اعدام، في حوالي 25% من دول الامم المتحده فيهم احكام اعدام. عدد الاعدامات في مصر قد ايه؟ ده الردود اللي كنا نتمنى الدوله ترد يعني تبقى تديها للمواطنين عشان المواطن يبقى على يقين ان القضاء المصري والدوله المصريه اتخذت خطوات صحيحه. احنا اعدمنا كم واحد الفتره السنه اللي فاتت 2017 2018؟ اعدمنا 23، اعدمنا 35، وامريكا اعدمت مش عارف 30 واحد. اذا دول جنائيين، فاذا الاعدامات احنا بنطبق في هذا القانون المصري في عمليه الاعدام، في امريكا في عمليه الاعدام، الصين اعدمت كام واحد؟ فوق ال 1200 واحد. ما حد كلم الصين سالها انت بتعملي عمليات اعدام؟ ما حدش سالها بتعملها. اذا هذه العمليه عمليه ضغط سياسي. خلينا نتكلم على الجزء الثالث اللي بداوا الترويج ليه، قصه ان المتهم لم يعترف. طب احنا مالنا يعترف ولا ما يعترفش؟ على فكره يعني هو لازم المتهم يعترف؟ طب في تحقيق وقاضي تحقيق ودرجة أولى محكمة ودرجة تانية محكمة ودرجة تالتة محكمة، هل كل هذه الأمور مبنية على الاعتراف؟ لا، مبنية على الدلائل والقرائن والحاجات المثبتة والتسجيلات والاعترافات والكلام ده، مش لازم اعترافه هو. صحيح. يعني واحد قال لك أنا ما قتلتش خلاص يبقى براءة. هذه الأعمال كلها أعمال دعائية ضد مصر وضد القضاء المصري. آخر بقى نقطة عاوز نصحها، لا يصح بأي شكل من الأشكال أي مواطن مصري يشكك في مؤسسة القضاء والمسؤولة عن العدل بين الناس، إن إحنا لو بدأنا نعتقد ان التشكيك في هذه المؤسسه في صالح اي طرف سياسي او وجهه نظر سياسيه يستند الى انه حاول يشكك في القضاء المصري، سنصل بمجتمعنا في لحظه من اللحظات الى حاله فوضى وعدم اقتناع باي احكام، وسيصبح منطق القوه هو السائد. فاتمنى من كل مصري حريص، هذه المؤسسه لا يجب ان نمساها، ويجب ان نقف بجوارها جميعا، ويجب ان نقف بجوار دولتنا في محاولات النيل من احكام القضاء اللي للاسف هنلاقيها لسه ماشيه فتره كمان قدام.